بمناسبة اللي بيتكلم عليه نجيب وقصة الغيابات والناس الراحات و هل كانت مفاجأة النهارده غياب مروان عطية عن تشكيلة النادي الأهلي؟ لأنه الناس شايفة إنه مروان ده وكأنه الحاجة اللي كان بيبحث عنها مارسيل كولر عشان تظبط له أداء النادي الأهلي بالكامل. صح، بوجهة نظر كابتن إن مروان عطية هو أكثر لاعب تأثيرا في النادي الأهلي حاليا. طيب ليه؟ تعال نشوف مارسيل كولر لعب مع الأهلي 43 ماتش، 70% منهم لعب 4 3 3 و30% لعب 4 2 3 1. طيب ده بندلل بيه بايه؟ لو بصينا على ماتشات اللعب بيه 4 3 3 ده بدايه من فبراير لغايه النهارده. طيب نشرح دور مروان بشكل سريع على البورد، وبعد كده نشوف هو مروان بيعمل ايه ومين ممكن يعوضه النهارده. طيب لو نيجي نتكلم اي خطه في موجوده معانا، لو نبدا نعرض الشكل معانا على البورد 4 3 3 ده الشكل اللي الاهلي بيلعبه بعد لما غير قفشه ما بقاش موجود في مركز 10. طيب مين الدور المحوري دايما موجود معانا؟ بيبقى دايما اللاعب اللي موجود هنا ده. اللاعب ده دوره انه يساند لاعب اللي موجود جنبه زميله ناحيه الشمال، ويساند زميله ناحيه اليمين في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، زائد انه يلعب كرات طويله للجناحين في حاله وجود ده، زائد انه ينزل لورا عشان ياخد يستغل المساحه دي في بناء اللعب لما يبقى في ضغط على الفريق بتاعه. ده كده الجزء النظري. طيب نشوف في الملعب الاول متوسط تمركز لعيبه الاهلي امام انبي كصوره عشان نتخيل هل الاهلي لما بيتمركز مروان بيتمركز مظبوط. هنشوف الصوره، هتلاقي ان الاهلي بيلعب اربعه ورا، لا الاربعه العاديين، وقدامهم ثلاثه وقدامهم ثلاثه، ده معدل تمركز اللاعبين. هتلاقي دايما مروان هو اللي في النص. استلام مروان للكوره او برضو اللقطات اللي بيستلمها مروان دايما للكوره بتلاقيه بيستلم يمين وشمال، بيستلم الكوره ناحيه اليمين. ده الصوره معانا دلوقتي لو نبدا نعرضها، صوره التمركز اللاعبين قدامنا اهي رقم 13. ادي اربعه 4 21، الاربعه الاصفر هم اربعه، وفي اثنين في النص 13 و15، مروان رقم 13. ديانج بيقرب منه وهو موجود في النص، وبقيه اللعيبه اللي قدام. مروان بيستلم الكره في كل حته في الملعب يمين وشمال. طيب بيعمل ايه برده في الناحيه الهجوميه؟ لو نبدا بقى نجيب لقطات الملعب على طول. مروان بيلعب كرات طويله قطريه كابتن بتوصلك، ادي الكره، ادي اول كره معانا. كره مع انبي عادي جدا، نبص مروان في وسط الملعب. الكره هتجيله بشكل خاطئ. هتبدا تجيله بشكل خاطئ. هو اول لاعب بتلاقي دايما متمركز في اماكن مظبوطه وبيقطع خطوط بالتمرير، مش مجرد بيبص لجنبه. طيب ادي كره طويله لمروان انفرد بيها عبد القادر، دي كره من مروان عطيه، نفس الماتش ده في ماتش واحد. الكره اللي وراها برده هتلاقي مروان نفس الكلام، هنبص مروان في النص يا كابتن يبدا يستلم الكره. طبعا بيكون لاقط عامل سكاننج قبلها، عارف هيلعب الكره لمين، بيستلم على طول مباشره لبيرسي تاو انفرد بيها. وبالتالي نفس الكلام هنا، بص مروان يا كابتن هيبدا يخش في النص، هو لا حتى فاضيه مفيش حد فيها، هيبدا يقرب يقرب يقرب، وتبدا الكره تتلعب. برده الكره استلم، اول ما يستلم ثانيه واحده بس ولعبها على طول قدام. وتنوع بوش رجله الخارجي، فهو بالظبط، فهو لاعب صراحه لاعب متميز جدا للاهلي في الحته دي. طيب مين ممكن يعوضه؟ في الوقت الحالي مفيش بديل لمروان عطيه في الاهلي، مفيش بديل لمروان بالدور ده، مفيش. كان مين من سنتين؟ كان السوليه. لكن دلوقتي ما يقدرش يأدي زي مروان، ولكن ديانج بيأدي جزئيا والسولية بيأدي جزئيا. وعلى الأهلي في انتقالات المقبلة يشوف لاعب مركز 8 مساند يبقى مع مروان عطية.